في سلامة المرورية، يعني صار بدنا قانون لنطبق قانون السير؟ نحن ما بدنا قانون، نحن المشكلة بالقانون اللي أقر بال 2012 وبدأ تطبيقه بال 2015، في مشكلتين كان، ما كان في إرادة سياسية وما كان في إدارة، وهودي المشكلتين هي مشكلة نهج كان متبع، أدى لأنه نوصل لمرحلة أنه عدد قتلى حوادث السير بآخر سنتين بلش يرتفع، نحن بسنة 2019 عندنا زيادة 10% بالقتلى عن سنة 2018، وهذا كان كتير طبيعي ومنه مفاجئ لنا كخبراء، لأنه الخطة اللي كانت موضوعة واللي هي ما كانت موجودة، كانت هي ذاتها النهج القديم بس مع فرق بسيط، انه مش بسيط كتير كبير، انه علينا الغرامات بس كل الاصلاحات اللي هي موجوده بالقانون وتنظيم هذا القطاع ما رحنا حققناها، واهم انه ما كان هذا القانون رادع بشكل كتير كبير، واللي كانوا عم يتفضلوا فيه انه موضوع الغرامات العاليه، موضوع عدم حتميه العقوبه نتيجه التدخلات والوسطات، وهذا الشيء قدر يصير في خدمات بالسير كتير، كيف نلغي محاضر ضبطه بتبحك الطارق صحيح، وغيره كتير من الامور اللي مرتبطه كمان، هي المواطن صار يشعر انه هذا القانون ضده وهو لصالحه لحتى الناس ما تموت على الطريق، بس لما صار يشوف هيدي الطريقه عم تتعامل فيها او الخطه اللي موجوده ادى ل انه يصير يحس انه هي القانون ضده، لانه الاموال ما عم يشوفها عم تروح تتحسن الطرقات، ما عم يشوف اناره على الطرقات، ما عم يشوف في تحسين بواقعنا بشكل كتير كبير. الاهم بهذا الموضوع هو ان الاصلاحات، نحن كان عندنا غياب للاراده السياسيه بالفتره السابقه، الحمد لله مع معالي الوزيره من اول ما اجت حطت على سلم اولويات انه نحن بدنا السلامه المروريه تكون اولويه، يوم كافي الشباب برئاسه الرئيس صحيح، وهذا اللي بدي اوصل له، انه الاهم هن الاصلاحات والاداره، الاداره مين؟ اداراتنا اليوم بلبنان هي بتتقاذف مسؤوليات، ما في مين ينسق بين مع بعضهم، ومعظم الادارات بتعتبر عم تعمل شغلها بس الاداره الثانيه هي مقصره، والعكس صحيح. اليوم المجلس الوطني للسلامة المرورية هو مسؤول عن وضع سياسة السلامة المرورية بلبنان والسير وتطبيقها، وهذا الشيء صار اليوم باجتماع المجلس الوطني للسلامة المرورية بدعم ودعم الرئيس الحريري لملف السلامة المرورية، ودور معالي وزير الداخلية بهذا الموضوع وأعضاء المجلس هو كتير أساسي لننجح بالسلامة المرورية بلبنان، نحن بحاجة لثلاث عناصر أساسية، إرادة سياسية يكون في تمويل، وبذات الوقت يكون في اختصاص، إذا هوديك الاثنين موجودين ما عندنا تخصص بتكون الخطة فاشلة، وللأسف بس بعد شغلة أستاذ مارسيل هي الأهم، المقاربة العلمية وتكون شاملة، يعني شاملة مش بس وزارة الداخلية مسؤولة، وزارة الأشغال مسؤولة بشكل كتير كبير على واقع الطرقات، وكلها مع بعضها لما نكون في خطة استراتيجية الكل يقدر يشتغل عليها نحن بنوصل. هيدي كانت أثر روحية القانون يعني 100%. طبعا رح تحكي مع عليا، رح نحكي موضوع السير والسجون بعد البريك الإعلاني، لأنه في كتير ملفات نحكيها بعد مع 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 غسان مع معاليا بموضوع السجون بموضوع السير، بعد في موضوع المرافقين الأمنيين، بس بدي أقول إنه الوزير زياد بارود ومجموعة لوبي تشريع النظام يعني جاهزين لحتى يساعدوك، ويعني مثل ما عم بيشتغلوا مع صار الوقت لحتى ينجزوا المراسيم.